السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة. طبعا في اخوة جزائريين لسه بعتين لي فيديو حالا اغنية معمولة من الجزائر للمشجعين المصريين او بمعنى اصح للشعب المصري. صراحة الاغنية لما اتبعتت لي قالوا لي احنا عايزينك ردة فعل عنها وعايزين تشوف ردة فعلك عليها وايه الاغنية دي. دخلت طبعا على اليوتيوب بعت لي اللينك دخلت على اليوتيوب اتفرجت على الاغنية. أغنية جميلة جدا جدا وده الخطاب اللي احنا كلنا عايزينه اذا كان في مصر ولا في الجزائر لازم نحسن الخطاب عشان ننبذ التعصب اللي كان ما بيننا. طبعا المشكلة الأغنية كلها بتتكلم عن المشكلة اللي حصلت ما بيننا في 2010 في السودان والناس بتقول اسمها رانا جايين. رانا جايين هم بيتكلموا ان احنا جايين كاس افريقيا وطبعا عايزين نكسب كاس افريقيا بس بنوجه رسالة للمصريين انتم كسبتونا وكسبناكم ثبتونا وثبناكم يعني شتمتونا وشتمناكم سنة 2010 بس لازم ننبذ التعصب واحنا اسفين وتقبلوا اعتذارنا ولو انتم غلطانين احنا متقبلين اعتذاركم عشان نفضل اخوة دايما. يعني هي مضمون الاغنية الكلمات اساسا جميلة. انا هسيب لكم اللينك بتاع الاغنية في الديسكريبشن تحت لكل المصريين ولكل الجزائريين زي هما بيقولوا في الاغنية خاوة خاوة. وطبعا رسالة مهمة وزي انتم بيقولوا كمان زي انتم رحبتوا بينا في مصر احنا كمان عايزين نفرحكم بكاس افريقيا وتفرحوا معانا لانكم تستاهلوا. وكمان وجه رسالة في اخر الاغنية للشعب الجزائري اللي في مصر لازم نشجع بروح رياضية ولازم نقف ورا فرقتنا وان شاء الله نكسب كاس افريقيا ونبقى اخوة ولازم نفرح المصريين معانا وهم استقبلونا استقبال كويس. ده مضمون الاغنية في كلمة بسيطة. مضمون الاغنية لازم ننسى الخلافات اللي كانت ما بيننا سنة 2010. طبعا لازم ننسى الخلافات دي. احنا شفنا ترحيب المصريين بالجزائريين وشكر الجزائريين للمصريين في الاستادات وفي كل حتة وفي اليوتيوب والاغنية دي رائعة صراحة. وانا من الناس اللي بتدعو لنبذ التعصب. الاخوات بيحصل ما بينهم خناقات والاخوات بيتخانقوا مع بعض بس بيرجعوا يتصافوا تاني. مش معقول هنتم مخصمين بعض على طول. لازم هنصالح بعض وزي ما قلت ده خير مثال لان احنا لازم نحسن الخطاب بتاعنا اذا كان على اليوتيوب اذا كان بالفن اذا كان بالرياضة. لازم نحسن الخطاب بتاعنا وننسى الخلافات اللي كانت ما بيننا والخلافات دي الواحد نساها فعلا بدليل في مصريين كتير راحوا يشجعوا. وانا من ضمن الناس اللي على اليوتيوب وعملت حلقات للاخوة الجزائريين انا سبت المشاكل دي مشاكل كانت قديمة ومشاكل السياسة والاعلام هم اللي دخلوا فيها لكن الشعوب بتحب بعضها. يعني اغنية اكثر من رائعة كان نفسي اشغلها واسمعكم بس فعلا انا مش هينفع اعمل كده لان أنا ممكن غلط على القناة وممكن اخد فيها كوبي رايت وانذار مخالفة بسبب الاغنية. بس الاغنية تسمعها فعلا تقشعر جسمك يعني الكلمات حلوة واللحن حلو والاداء كمان من اللي بيغنيها كويس جدا. انا معرفوش انا اول مرة اشوفه بس هسيب لكم زي ما قلت لكم في الديسكريبشن تحت الاغنية واللينك بتاع الاغنية. نتمنى من الاخوة المصريين انهم يقفوا ورا الجزائر بكرة قدام نيجيريا ان شاء الله. ونتمنى من الاخوة الجزائريين فعلا لو كنا غلطنا فيكم وانتوا غلطتوا فينا فننسى الخلافات دي. احنا اخوة وزي ما بتقولوا خاوة خاوة يعني انتوا في بلدكم مصر واهلا بيكم في مصر وان شاء الله البطولة يا جزائرية يا تونسية ان شاء الله مش هتطلع عن البلدين دول ان شاء الله وكلنا ورا الجزائر وكلنا ورا تونس. وفعلا يعني اغنية جميلة من شعب جميل وبنشكركم عليها واحنا فعلا لازم ننسى الخلافات بيننا وبين بعض. احنا اخوات في الاول وفي الاخر. سلام.